السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم، ومعكم محمد الحميدي، ومع درس جديد من دروس تحسين وتعليم الخط العربي خط النسخ. هنكتب مع بعض آية كريمة من القرآن الكريم، وكمان هنشوف تقنين وميزان هذه الآية. أتمنى من حضراتكم قبل ما نبدأ دعم القناة بعمل لايك لهذا الفيديو، وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتابعوا كل جديد من دروس تعليمية. يلا بينا نشوف هنكتب ايه النهاردة. نركز يا جماعة مع بعض على طريقة سير القلم أثناء الكتابة. وجوه يومئذ ناعمة. بعد ما خلصنا كتابة مع حضراتكم عايزين نشوف ميزان وتقنين هذه الآية الكريمة. حرف الواو يا جماعة زي ما احنا عارفين
نزول هذا الجزء نقطة ونصف، وبيتكرر معنا كثيرا حرف الواو في جمل كثيرة. هنا النزول بتاعي من هذا المكان إلى النهاية نقطتين، ولو عملنا خط كده هنلاقي في ميل مقدار إيه، مقدار نقطة، تمام. وفي الداخل هنا عارفين إن المساحة بتاعتنا بتكون إيه، ثلاث إيه، ثلاث نقاط. ولو عملنا خط كده هنلاقي هنا في فراغ ربع نقطة نتيجة النزول بدوران. والجزء الأخير ده قلنا إحنا بنرسمه رسم بسن القلم، ورأس الواو إحنا عارفين وقلنا المسافة بتاعتها هنا مقدارها بتكون نقطة ونصف. حرف الجيم مع حرف الواو، الجيم يا جماعة المساحة بتاعتها أو المسافة بتاعتها بتكون أربع نقاط، تمام، من البداية للنهاية. ولو عملنا خط كده هنلاقي هنا في فراغ نقطة، وهنا أيضا في فراغ نقطة نزول. ألاحظ إن الانسلاخ بتاعي من الوسط من بعد النقطتين، يعني نقطتين وأبدأ الانسلاخ وأنزل. وعملنا حرف إيه، حرف الواو. حرف الواو نلاحظ إنه هذا الجزء ملاصق لرأس إيه، لرأس الجيم، يعني ما فيش فراغ بين الجيم والواو. ونزول الواو أيضا نقطتين وميل نقطة، وأيضا الجزء ده ثلاث إيه، ثلاث نقاط. والرأس أيضا بيكون نقطة ونصف، تمام. والفراغ الداخلي هنا في حرف الجيم بيكون مقدار إيه، مقدار نقطة صغيرة. التاء المربوطة أو الهاء المربوطة، الجزء ده إحنا عارفينه هنا كده بيكون نقطة ونصف، والنزول بتاعه هنا بيكون مقداره إيه، مقدار نقطتين. يومئذ حرف الياء مع حرف الواو، إذا أتى بعد الياء حرف الواو الارتفاع بتاعنا هنا بيكون معنا من نقطة ونص لنقطتين يا جماعة. وألاحظ إن في، شايفين يعني الجزء ده ماشي مع رأس الواو، خلاص مفيش خروج للواو لأعلى أو بروز للخارج. هنا سيبنا في مسافة نقطة بين الياء والواو، والواو نفسه هنا المقدار نقطة ونص. وأيضا قلنا احنا الجزء ده بيكون ايه، ثلاث نقاط، والنزول نقطتين، وفي ميل مقدار ايه، نقطة. وهذه الجزئية بتكون في مقدار ايه، مقدار نقطة. حرف الميم هنا عارفين ان الميم المبتدئة بتكون مرتفعة شوية عن السطر، تمام. والنزول بتاعنا هنا بيكون المقدار بتاعه من نقطة ونص لنقطتين. نزلنا هنا في مسافة نقطة، ثم صعدنا عملنا الهمز النبرة البسيطة، تمام، هزة قلم وحطينا الهمزة. سيبنا هنا مسافة نقطتين وعملنا حرف الذال. الذال يا جماعة الجزئية دي هنا بتكون هنا في مسافة نقطة بينها ما بين السطر، والجزئية دي بتكون مسافتها ايه، نقطتين. يومئذ ناعمة، سنة النون مقدارها نقطة، وبعد كده طلعنا وعملنا الألف. العين هنا يا جماعة، العين حاجب العين الجزء ده بيكون المسافة بتاعته نقطتين. واحنا شفنا بنقول نركز أثناء الكتابة على طريقة كتابة ايه، كتابة الحرف أهم من التقنين. يعني طريقة كتابة الحرف أثناء الكتابة يا جماعة، لما أقول ركزوا على طريقة سير القلم، هو ده مفتاح السر في كتابة الحروف. التقنين ده عبارة عن ايه، لضبط ايدك عشان تكتب على حسب القاعدة. هنا في مسافة نقطة، تمام، وهنا في خروج مقدار نقطة ونزول. الجزئية دي هنا بيكون في مسافة نقطة، وهذه الجزء في مسافة نقطة. وحرف الميم يا جماعة في هذا الشكل بيكون الاتجاه بتاعه هكذا، تمام. كان نبهني بعض الأخوة الكرام ان كان في ميل في الدرس السابق لأسفل، ولكن هو الصحيح ان يكون الاتجاه بتاعه ناحية ايه، ناحية إيه، اليمين بهذا الشكل. وصعدنا وطلعنا وعملنا ايه، وعملنا التاء المربوطة المنتهية بهذا الشكل. وبكده يكون انتهينا معكم من دراسة هذه الآية الكريمة وكتابتها وفق القواعد النسخية. أتمنى من حضراتكم لو استفدتم معنا وتابعتوا معنا الحلقة للنهاية، ما تنسوش تعملوا إعجاب لهذا الفيديو، وكذلك اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس حتى تتابعوا كل درس جديد يتم تنزيله على القناة، سواء بالقلم العادي أو بقلم الخط العربي. وألقاكم على خير مع درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.